خوشي مرحبا بكم في فيديو جديد. لقيتوني دابا وسط الادغال هذه، هنايا كنحاول نصور لكم واحد الطائر اللي زوين بزاف. هذا الطائر هذا سميتو الجحموم، هو كحل والمنقار عنده تيكون صفر. كيبان لي هو اللي كشير في هذه البلاصه هذه، داكشي باش قررت انني ندير عليه شي حلقه. واخا هو الطائر هذا حساس بزاف، يعني خاصك ليه بزاف ديال الوقت باش تقدر تاخذ شي لقطه اولا جوج، يعني هي تيحس بنادم كاين ما تيوقعش هضر، ما كيبانلكش اصلا. فهمتي انا فات الساعه هذه في هذه البلاصه هذه وهو غابر، يعني ما كاينش مريح له في هذه البلاصه هذه، حيت كاين واحد الخط ديال الماء دايز من هنايا، وهو كيعجبو انه ينقب في البلايص اللي كيكونوا رطبين، يعني كيقلب على الدود وعلى الحشرات اللي كيكونوا هنايا. المهم انا غنسقل يعني غناخذ الوقت ديالي باش ان شاء الله نحاول ناخذ لكم شي لقطات اللي يكونوا مزيانين. المهم خليكم معايا. الحمد لله خوشي، داك الطائر اللي كنت دويت لكم عليه بدا كيبان وقرب شي لحدايا، وخديت له واحد التصويره وواحد الفيديو هو اللي غتشوفوا دابا. انا نحاول نوريكم في الكاميرا هاد اللقطه اللي خديت للجحمور. هذا هو الطائر اللي دويت لكم عليه، وان شاء الله مازال غنريح هنايا باش نحاول ناخذ لكم لقطات واحدين اخرين. الاشاره ما غنصوش غير شحمو في هذه الحلقه هذه، يعني نقدر ناخذ لكم لقطات من شي طائر اخر الى قرب لعندي لهنايا، نقول لكم السميه ديالو والنوع ديالو. باش تصور هاد الطيور هادو خاصك تحاول تلقى البلاصه فين هما محتاجين شي حاجه وكينزلوا باش يقضيوها. من بعد بزاف ديال الوقت لقيت هذا المكان اللي طائر جحموم كينزل باش يشرب وياكل الحشرات منه. كتبان لي ارضيه مهمه بالنسبه ليه، فهنا بقيت اكثر من 3 ساعات حتى بداو كيجيو. فمعظم اللقطات اللي غتشوفوا هذا الفيديو هذا غيبان لكم هذا الطائر باللي كان كيشرب. الطائر هذا كيتسمى بطائر الشحرور، وحنا هنا في هذه المنطقه هذه كنسميوه بالجحموم. اللون ديالو اسود والمنقار ديالو باللون البرتقالي. هذا الطائر عنده واحد التغريده اللي مريحه وكتربطنا بالطبيعه والهدوء ديالها المريح للنفس. هذا الطائر كيعيش في اي مكان لقى فيه الاكل ديالو، سواء الجبال او قرب المدن او في المزارع، المهم خاصو يلقى الماكله باش يزيد يتكاثر. بالنسبه للفرق بين الذكر والانثى ديال هاد الطيور هذه، فالذكر كيتميز باللون ديالو الاسود الفاقع، والانثى كتميز باللون ديالها الشاحب البني. الطائر هذا جاب الصدفة للمكان اللي كنت كنصور فيه، وبالنسبة للاسم ديالو فاحنا كنطلقوا عليه في هذه المنطقة هذه الاسم ديال أبردال. وبالنسبة للموسم اللي عزيز عليه هو موسم ديال الرمان، هذه الفاكهة هذه عزيزة عليه وكيقتات منها. هذا الطائر هو من بين الضيوف اللي غتشوفوا في هذه الحلقه هذه، كيتسمى بطائر الحداد. فهو من الطيور الجميله والانيقه، عنده واحد الصوت اللي جميل جدا خصوصا ملي كتبدا تغرد. بالنسبه لهذا الطائر فهو كيتواجد بكثره في المغرب خصوصا في الاطلس المتوسط والكبير. بالنسبه للذكر ديالها كيتميز على الانثى بلمعان الالوان ديالو، الشريط الاسود العريض على الصدر ديالو، عكس الانثى اللون ديالها شاحب وعندها خط رقيق في الصدر ديالها.
وهذا ضيف آخر، طائر العندليب، صوتها من بين أجمل الأصوات اللي كاينة في الطبيعة، وعزيز عليها تبقى مخبية. هذا إلا ما كنتيش رد البال ليه ما غيبانش لك، ولقيت صعوبة في التصوير ديالو حيش خفيف وما كيبقاش في بلاصة واحدة. وانا كنصور فلقيت واحد النش هنايا جاي يصيد. وانا كنصور هاد القط هذا لقيت وسط الادغال جاي وقيلا كيصيد، وفعلا كاين ما يتصيد هنايا، يعني كاين بزاف ميتكال بالنسبه للقطط اللي كاينين هنايا. التصوير ديال الحياة البرية واحد الحاجة اللي ما سهلاش صراحة، تقدر تبقى النهار كامل وما تاخد حتى شي تصويرة او حتى شي لقطة، حيت كلشي كيجي بالصدف. ولكن قد ما انت كتبغي هذا المجال هذا وكترتاح فيه، قد ما كتحش بداك الوقت اللي بقيتي تما باش تاخد شي لقطة، ولكن النتيجة اللي كتوصل ليها كتبقى مصدوم قدامها. هذه الحلقة الثانية ليا في التصوير البرية، والحمد لله قدرت انني نقربكم من بعض الحيوانات، منها السنجاب البري ومنها الطيور اللي غتشوفوا في هذه الحلقة هذه. الحمد لله حسيت بتقدم ملموس، وإن شاء الله مازال نعطي ونزيد نصور ونقربكم من حيوانات وحدين اخرين. كما كتعرفوا التصوير ديال البرية كيحتاج ماتريال اللي يكون زوين بزاف باش تقدر انك تاخد شي لقطات اللي يكونوا مزيان، ولكن حنايا ان شاء الله بمعدات بسيطة غنحاولوا نقربوا من هذه الحيوانات هذه، خصوصا في الاطلس المتوسط اللي انا ساكن فيه. نحاول نقربكم من الحيوانات اللي كاينه هنايا واللي كتعيش معانا على هذه الارض هذه. المهم بقاو على القرص. سبحان الله، واحد الكالم هنايا، واحد الراحة وانت داخل هاد البلاصة هادي، غير انت والصوت ديال الطيور، وتا واحد الألوان كاين في الشجر واعرين صراحة، خصوصا الشجر ديال الرمان كيعطي هاد الكولور هادو، هادو القشة هادي كيولي كيميل الصفورية والأورانج الليموني، فواحد المنظر اللي واعر صراحة. مكرهتش ناخد شي تصاور هنايا، المهم إلا خديت شي تصاور نخليهم لكم في هاد الفيديو هادي.